السلام عليكم طلابي الأعزاء، محاضرتنا لليوم هي عن الفلوريسنت مايكروسكوب اللي يعتبر النوع الرابع من أنواع المجاهر اللي تكلمنا عنها واللي المفروض نعرفها. الفلوريسنس مايكروسكوب is an optical microscope وأيضا يعتبر مجهر ضوئي that uses يستخدم الفلوريسنس and الفلوروفوسفوريسنس in state. يعني شنو الفلوريسنس والفوسفوريسنس؟ هاي المصادر اللي تطلع لي الضوء of instead of بدلا عن or in addition أو بالإضافة إلى scattering الانبعاث reflection انعكاس attenuation ضعف أو تشتت observations اللي هو الامتصاص to study properties لدراسة خصائص الorganic or inorganic substance المواد العضوية واللا عضوية. The fluorescence microscope refers هو يشير إلى هذا المفهوم الثاني لهذا المجهر to any microscope أي مجهر that uses يستخدم الفلوريسنس to generate an image يستخدم هذا الفلوريسنس على مود يولد لي صورة whether it is a more simple setup بتركيبة أو نظام أو تعد شكل كلش بسيط أسميه الإبي فلوريسنس مايكروسكوب هذا البسيط أو be more complicated أكثر تعقيد designs تصميم تعقيده أكثر شو أسميه conventional microscope إذا بي نوعين السمبل يسمى الإبي فلوريسنس مايكروسكوب الكومبلكس أو أسميه complicated يسمى conventional microscope which uses optical sections section to get better resolution of the fluorescence image. The principle of this microscopes here is more important. The specimen is eliminated العينة تضاء with the light مع ضوء of a specific wavelength بطول موجي خاص which is observed by the fluorophores causing them to emit the light إنه يبعث لي الضوء of longer wavelength كطول موجي طويل أو كمسار ضوئي طويل. The illumination light الضوء المنبعث is separated راح ينتشر from much weaker emitted fluorescence through the use of spectra emission filters راح ينتشر بمساحات متعددة ما راح يسقط بصورة مستقيمة. Typically components المكون الرئيسي للفلوريسنت عندنا أربع أنواع واللي أنا مخليت لكم إياها بالبولد. أول واحد اللايت سورس مصدر الضوء ممكن يكون زينون أو ميركوري فابور من بخار الزئبق. والنوع الثاني هو الإكزايتيشن فلتر اللي هو فلتر الانبعاث. والنوع الثالث الدايكروك ميرور اللي هي المراية اللي تعكس لي الضوء. والنوع الرابع الإميشن فلترز اللي هو فلتر الامتصاص أو الانبعاث سوري. إكزايتيشن هو التشتت. The filters, high filters, with dichroic mirror beams filter are chosen to match the spectral excitations and emission characteristics of the fluorophore used to the label the specimen. يعني ده يقصد إنه هاي المكونات ممكن تكون تعتبر كانبعاث وامتصاص أو تشتت للضوء على مود يروح للعينة. In this manner, the distribution of the single fluorophore, اللي هو الكلر راح يظهر لهذا الفلوروفور, is imaged at the time. Multicolor images or several types لعدة أنواع of fluorophore must be composed by combining several single color images. يعني المقصود من هاي الجملة إنه أنا بالمجهر الفلوريسنت أقدر أشوف multicolor images صورة من عدة ألوان. هاي أهم شيء إحنا نقدر بالفلوريسنت مايكروسكوب نشوف صورة متكونة من عدة ألوان multi color images صور عديدة اللون. Most fluorescence microscope أغلب هاي المجاهر in use are epifluorescence microscope. إذن أغلب أنواع المجاهر المستخدمة من هذا النوع هي الإبي اللي إحنا قلنا الإبي منه اللي هو السيمبل where excitations of the fluorophore and detection of the fluorescence are done through the same light path. عملية الإكزايتيشنز التشتت أو الانبعاث الفلوروفور والكشف عن الفلوريسنس تكون كلها بمسار ضوئي واحد نفسه خلال الأوبجكتيفز ولهذا نسميه سمبل.
These microscopes are widely used in biology. هاي المجاهر هي كلش واسعة الانتشار بالبيولوجي بالحيوي. And are the basis for more advanced microscope design ومصممة لمجاهر متحدثة أكثر. المجاهر اللي طورناها من بعد هاي النوعين السمبل والكومبلكس هما منهم الكونفنكال مايكروسكوب اللي يعتبر كومبلكس، والنوع الثاني مال كومبلكس اللي هو total internal replication fluorescent microscope اللي يرمز له TIRF اللي هو TIRF. هذا موضوع الفلوريسنت مايكروسكوب، وهنا عندنا الصورة اللي توضح لي الشكل اللي هو الفلوريسنت مايكروسكوب. مثل ما تلاحظون هذا هو اللايت سورس اللي يكون الفلوريسنس، عندي اكسايتيشن فلترز، وبعدها عندي الدايكروك ميرور اللي تعكس لي الضوء من الاكسايتيشن ونتنزله على الاوبجكتيف وبعدها على العينة. العينة راح تمتص جزء من الضوء وتبعث لي الجزء الاخر اللي هو باللون الاخضر، يروح للاوبجكتيف يسوي له ماجنيفاي يكبره، وبعدين يروح للاميشن فلتر على مود يروح للاوكيولر اللي هو الاي بيس، وبعدها اني راح اشوفه كديتكتورز اللي هو اني. هاي صورة ثانية توضح الشكل، انه عندي الميركوري ارك لامب اللايت سورس، ممكن يكون زينون ممكن يكون ميركوري فابور نفس ما قلنا. بعدها اكسايتيشن فلتر، اللون الازرق راح يسقط من المراي، يعني المري راح تعكس اللون الى العينه، وبعدها العينه تاخذه الى الاميشن فلتر، والنوب راح نجي على الديتكتورز اللي هو العين اللي راح تشاهد الصوره عبر الاميشن فلتر. نجي على آخر بارت بهذا اللكتشرز هو الابليكيشنز of this microscope. applications يعني تطبيقات أو تعتبر استخدامات. أول applications هو imaging structural components of small specimens، يعني يصور لي المكونات التركيبية للعينات الصغيرة اللي مثل الخلايا، أني راح أقدر أشوف بيه المكونات التركيبية اللي تخصها. مكونات التركيبية اللي يقصد بيها مكونات الخلية، تتكون من فجوات، من فلاجلة، من بلة، من ميتروكوندريا، بلاستيدة، RNA، سيتوبلازم، شنو الأشياء الموجودة بداخلها. ثاني application هو conducting viability studies on cell populations، يعني يشوف لي إذا هاي الخلايا كانت حية أو ميتة، يفحص للحيوية مالتها. ثالث تطبيق imaging the genetic material within the cell، يعني يصور لي المادة الوراثية بداخل الخلية اللي يشوف لي بيها DNA أو RNA نفس ما قلنا بالتطبيق الأول. رابع تطبيق أو رابع استخدام لهذا المجهر هو اسمه viewing specific cells، يعرض الخلايا الخاصة within a large population with techniques such as the fish، بداخل مجتمعات كبيرة مع تقنيات مثل فيش. هذا فتشي جدا مهم انه يشوف لي خلايا خاصة. هاي تطبيقات الفلوريسنت مايكروسكوب، ولهنا نكون خلصنا الدرس تبعنا، وشكرا جزيلا لكم.